السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل اللي بيتابعونا على موقع نذاكر. النهاردة معانا درس Places We Go، أماكن بنروحها. ده درس ستة ابتدائي الترم الأول Unit 1. معانا الأهداف من الدرس ده، احنا عايزين نعلم الطفل ازاي يسأل عن ساعات العمل للمتحف، يسأل عن رسوم الدخول. كل ده هيعمله عن طريق تليفون. عندنا تاني ان الطفل يقدر يسأل عن المواقع بصيغة الماضي، ان هو يعرف يسأل عن الاماكن بس بصيغة ماضي، في الماضي. ان هو يقدر يحدد مين اللي بيتكلم في اي محادثة. بالنسبة للريدنج، ان هو يعرف يقرأ سرد تاريخي. عندنا كلمات جديدة متعلقة بالمباني والمنشآت العامة. عندنا الجرامر، prepositions of location، دي حروف الجر بتاعت الأماكن الخاصة بالأماكن بس. عندنا ازاي يسأل بwas ويجاوب yes or no. عندنا conversation time، لازم الطفل يتعلم الكلام ده الأول كويس جدا، يعرف معناه عشان يقدر يعمل conversation صح، ما يبقاش فيها غلطات. اول كلمة معانا عندنا daily، daily يعني يوميا. we're open daily يعني احنا فاتحين يوميا. عندنا foreigner، foreigner يعني اجنبي. mostly our visitors are foreigners so foreigners جاي في المثال يعني معظم زورنا من الأجانب. عندنا كلمة free، children under 5 are free. free هنا جاية بمعنى مجاني، يعني الأطفال اللي تحت سن الخمس سنين يدخلوا دخول مجاني. include يعني يتضمن. the tour includes the mommy rooms so عندنا هنا tour، كلمة tour دي جديدة. مش لازم، هي مش موجودة، سواء كمثال tour يعني جولة، includes يتضمن، الجولة تتضمن حجرات المومياء. so عندنا mommy rooms قلناها برضو في المثال اللي قبل كده. عندنا hours، what are your working hours يعني ايه هي، ما هي ساعات العمل. عندنا كلمات هتفيدنا جدا برضو. the Egyptian museum، Egyptian museum المتحف المصري. receptionist، receptionist يعني موظفة او موظف استقبال. Fridays، Fridays يعني ايام الجمعة. LED اختصار pound، جنيه مصري. هي اصلا اختصار livre égyptien، livre égyptien دي بالفرنسي. child، طفل. child، chim chimpanzee. am the daytime. عندنا under تحت. nice day يوم لطيف. how much كم تمن دي، نقضي. how much يعني بكام بالعربي. adult يعني بالغ او كبير. children جمع child اي اطفال. except باستثناء. pm عندنا عكس ال am night time. هنتكلم المرة الجاية عن الـ conversation وازاي نعملها بشكل صحيح. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي كومنت ياريت تشاركونا بيه. please share and like the video. السلام عليكم ورحمة الله.